زيد أكد الموضوع باللي أنت لست بمحترف، لذلك أنا أنصحك بتغيير اسم قناتك إلى مبتدئ المصري. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أمين الزهر. هذا الفيديو فقط درته خصيصا للمحترف المصري، يعني حبيت فقط نبعث له رسالة خاصة. أنت قناتك اسمها المحترف المصري وأنت لست بمحترف تماما، وهذا لا أظنه مجالك، لأن أي شخص يقدر يحتال لك بهذا الأسلوب الرديء بهذه الطريقة التقليدية، إذن فأنت لست بمحترف تماما، لأن أعتبرك بهذا الأسلوب أنت شخص فقط لجلب المشاهدات. قناتك مختصة في جلب المشاهدات وأعتبرها للكذب، يعني معظم فيديوهاتك اللي كنت تعمل عليها كلها كيفية جلب المشاهدات وكيفية عمل الاشتراكات وكيفية تخرج من الفقر وألف دولار للشهر وألف دولار لليوم وألف دولار، يعني اللي كان يتابع فيك وكل فيديوهاتك يعني مجرد نظريات وفقط. إذا كنت أنت يعني تتكلم على فيديو كيفية كيف تكون غني بألف دولار، يعني كنت أنت الأول اللي حتستعمله، يعني ما كان له وتعطينا الدليل الملموس يعني باش تكسب ألف دولار، اكسبه أنت أولا ثم أعطي للناس فيديو كيفية كسب ألف دولار، أو فقط قول بلي هذه مجرد نظرية اللي يقدر يطبقها راح ينجح. نتمنى راك تفهم فيا. زيد أكد الموضوع باللي أنت لست بمحترف، لذلك أنا أنصحك بتغيير اسم قناتك إلى مبتدئ المصري، لأنه أنا في حياتي يعني في حياتي التقنية والتعليمية ما يقدر شخص ينصب علي بهذا الأسلوب الرديء جدا. والمشكل الأكبر والفضيحة الكبيرة أنك قدمت فيديو لتوثيق القناة ب 500 دولار، هل تدري وش معناتها 500 دولار؟ في الجزائر هنا باش تمد لشخص 500 دولار يقدر يبني لك يعني ايطاج، يبني لك سكنه، يعني انا نمد لك 500 دولار باش نوثق قناتي، واش من الفائده؟ هذا اول حاجه، انت درت فيديو بزنس يعني تجاري لسرقه المشتركين تاعك، يعني انت ماكش الدعم في المشتركين تاعك ولا تعطيهم الطريقه الصحيحه، انت طلبت المال، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت تعلم بان البارتنرشيب هو الوحيد القادر على توثيق القناه، وليس اشخاص يبعثون لك برسائل ويبعثون بانهم بارتنرشيب وتصدقهم، لانه ليس اختصاصك المجال التقني. كنت قادر تبحث على الموقع اللي راهو يتعامل به مارت بارتنرشيب، يكون في الانترنت، تبحث عليه هل هو نصاب او لا، تبحث على هذا الشخص. انت بمجرد انه قالك نوثق قناتك وقلت له نعم او لا بعد مده، معناها ان انت شخص طماع كما يقولوا في الجزائريه، انت شخص طماع، وهذا الشخص طماع وش هو الضرر تاعو؟ يضر نفسه، والدليل بلي يقفلوا له قناة، هكروا له قناة تاعو ولا داوها ولا المهم الشيء اللي حكاه هو بلي الشخص هذا مدير القناة داها له. ثاني حاجة، أنت طلبت للناس رقم الهاتف ويعطيوك 500 دولار باش توثق القناة، معناها الناس اللي اتصلوا بيك ولا اللي كانوا حيتصلوا بيك ويعطيوك أرقام يعطيوك المال، معناتها كانوا حتى هما يوثقوا قناتهم، وكانت قناتهم أيضا ستهكر أو ستختفي. لذلك عيب عليك وعار أن تعمل فيديو مثل هذا باش تهكر فيديوهات الناس والمتابعين. إذا كان قناتك تهكرت ودير عليها فيديو وتهكر قنوات الناس، يعني قناتك رجعتها وقنوات الآخرين كيف ترجعها؟ يعني إذا كانت شخص حياته كاملة هو يخدم على فيديو باش يوصل 70,000 مشترك وفي الأخير يعطيك الكونفيونس أو يعطيك الثقة باش أنت توثق له القناة، وفي الأخير أنت تعطيه مثل هذه المعلومة المغلوطة ورقم الهاتف اللي كان موجود، أنا الفيديو تابعته وأعطيته رقم الهاتف وتعطيه يعني 500 دولار. أول حاجة عيب عليك تطلب 500 دولار لأنه مبلغ خيالي لتوثيق القناة. ثاني حاجة، أي بارتنرشيب تقدر تقبل توثيق القناة بدون مقابل، لذلك فهذه نعتبرها سرقة واستغباء للمتابعين بالخصوص. يعني ثالث حاجة اللي حنتكلم عليها،
الفيديوهات توثيق القناة وفيديوهات كلها مجرد تفاهة، لنعتبرها تفاهة لأنه فقط ركزت على كيفية جلب المشاهدات وكيفية جلب $1000، وأنا لا أظن أنك استعملت ولا طريقة من اللي راك تقول فيها يعني $1000 يوميا ولا 24 ساعة ولا شهر. لم تعطينا ولا دليل واحد بأنك كسبت $1000 كما تتكلم وكما تدعي. إذن نصيحة لك أخي باش ما نطولوش في الفيديو، دع المجال لأهله، دع المجال لأهله. أنت لست بمحترف، غير اسم قناتك، اجعلها مبتدئ المحترف، هكذا باش ما يروحوش متابعين أخطائك في أخطائك أنت، ما يروحوش متابعين في أخطائك. أنا عندي أكثر من 3 سنوات في اليوتيوب التعليمي، يعني بعد ما حليت قناة تعليمية 3 سنوات، والحمد لله لم فيديو واحد ليس مكذوب، وفيديوهات حصرية وفيديوهات أنا نجيبها من عندي بأفكاري، نحاول نجيب ماكسيموم فيديوهات مميزة. أما فيديوهاتك فلا أرى أنك عملت فيديو مميز، لأن كل فيديوهاتك يعني نظرية وكلام فارغ لجلب المشاهدات وصندوق الوصف والعنوان، وكل مرة تكرر وتغير في نمط الكلام، يعني وهذه طريقة مشهورة بها أنت، لذلك الناس صدقوك وجاو لأنه نفس العنوان يتكرر جلب المشاهدات المشتركين. وكما تعلم الوتر الحساس في اليوتيوب هي المشاهدات والمشتركين، يعني أي شخص يدير عنوان كيفية جلب المشاهدات والمشتركين حتلاحظ باللي راح يشوف هذاك الفيديو. لذلك أنصحك أخي أيها المحترف المصري، فلتكن مبتدئ المصري وتعلم أولا ثم فسر ولا قدم معلوماتك للمتابعين، لأن الفيديو الأخير اللي درته بعد ما استرجعت قناتك فريمو أنت شخص تافه جدا، يعني باش تعاود دير فيديو وتطلب الاشتراك ودير فيديو وتنصح المتابعين فهذا عيب وعار عليك. نورمالمون مش تنصحهم، تعطيهم الطريقة وتغلق فمك، لأنك مبتدئ كارثة، يعني أنت كارثة بالنسبة لي، يعني لا علاقة لك لا بالاحتراف ولا بالتقنية ولا بالتعليم ولا بأي شيء، يعني كارثة، أنت وحدك كارثة. يعني الله غالب، يعني في وقتنا في هذا الوقت 2018 وفي هذا المجتمع وهذا التفكير يتبعون من يتكلم كثيرا في التفاهات. متابعين في العالم العربي يحبون من يتكلمون في التفاهات، يعني كيفية جلب المشاهدات وكيفية كذا وكيفية كذا، كل شيء نظري، أما الأمور التطبيقية فلا يريدونها. لذلك أمين رغيب يعني مل من هذا الموضوع وكره من هذه القنوات، ولذلك خرج من اليوتيوب ليرتاح، لأنه وجد أن هناك قنوات مثل قناة حوحو يعني فضائح فيها وفيديوهات تافهة، مثل المحترف المصري هو مبتدئ ويقول يحسب نفسه وأنه محترف، يعني أصبحت كارثة في العالم العربي. نتمنى إن شاء الله أن يخرجوا ناس تقنيين حقيقيين ليتكلموا بهذا الموضوع، هذه الفضائح لها صارية. يا أخي كن مبتدئ قبل أن تكون محترف، هكذا لكي تعطينا معلومة صحيحة ولا تأخذ القنوات الغير وتعب الغير، الناس اللي عرقت عليها باش يعطيوها لك باش انت تهكرها لهم، فعيب عليك. سلام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة. نراكم على خير.